فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يدعو على ولده بغير حق؟ هل يستجاب له دعاؤه وإن كان الدعاء ظلم وعدوان بغير سبب شرعي؟ ما أظن أن الوالد يدعو على ولده إلا بسبب أن الولد أغضبه أو عقه، ولا ما أظن أن رحمة الوالد وشفقة الوالد تحمله على الدعاء عليه بغير حق. فعلى الولد أنه يحسن إلى الوالد ولا يغضبه، عليه أنه يبر به، وتزول إن شاء الله الشحنة والبغضة. نعم.